هي الموضوع مش زفة وفرح والناس تبقى مبسوطة والعروسة والعريس يقفلوا عليهم البيت وبعد كده ما نبقاش عارفين الدنيا ماشية ازاي. للأسف الشديد الجيل الأخير أو الجيل في الفترة الأخيرة بقى من أقل حاجة بنسمع عن نسب طلاق عالية جدا. ما كانوش مؤهلين نفسيا إن هم فاهمين يعني إيه أسرة، كان في عدم معرفة بالمسؤولية اللي داخلين عليها. إيه اللي حصل بقى سهل قوي الانفصال؟ هو فعلا أكبر مشكلة بتقف أمام الطرفين لما بنيجي نقول يلا جواز، إن كله بيركز على تأسيس البيوت، أنتري وسفرة وأوضة نوم وعفش، وبدأوا يتبارك كل واحد أكتر من التاني يقدر يجيب إيه بشكل أحسن، ونسيوا تأسيس النفوس، إن إزاي يقدر كل واحد يتأهل نفسيا للخطوة اللي داخل عليها. ويمكن ده أكبر مشكلة حصلت بسبب غياب دور وقيمة الأسرة. فلو كل واحد فاهم المرحلة اللي داخل عليها هي عبارة عن إيه، إحنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى خلى الأسرة بالذات هي اللي سماها بالميثاق الغليظ، العقد اللي بيجمع الرجل بالمرأة هو عقد ليه شروط ليه معايير. فلازم لما أدخل على سنة أولى جواز يبقى في تانية وتالتة لحد 20. لكن المشكلة الكبيرة إن بدأ يقع منا الشباب في السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة، لأن صدمتهم بالحياة الحقيقية بعد الجواز بتخالف تخيل كل واحد للزواج. طيب دكتور جهاد، خلينا نمشي خطوة خطوة. اتفضلي. بدأ الموضوع بالاختيار، الاختيار هو بداية الطريق. الاختيار ما بيكونش صح إزاي؟ بيبقى معتمد على الحب. طب الحب ده بيروح فين بعد الجواز؟ ولا الاختيار بيكون عن ايه؟ يعني ايه اللي حصل في الاختيار؟ ما بقاش فيه يعني وعي للولاد او البنات في عملية الاختيار؟ هو اول شيء احنا محتاجين نرجع لمرحلة ما قبل الاختيار شوية، وهي المرحلة اللي بتبدأ بالتربية اللي بينشأ فيها الطفل في الأسرة الأولى، اللي هي مؤسسة الطفل الأسرة الأب والأم، وازاي بيربوا. وبيكون في صنف من التربية بيشمل ان الزواج ده نوع من الهروب، يعني البنت تكون مضغوطة في بيت ابوها فتبقى معتقدة دايما ان هي اول ما هتتجوز هيتاح ليها كل حاجة. فبيكون الزواج ليها هروب، الولد بيكون عبء على اهله في بعض طلباته، في اكله، في غسيله، في حاجات زي كده. فبيكون معتقد دايما ان السبيل ليه ان يستقر في بيت بس عشان يتواجد فيه خادمة مثلا تقوم بمهامها. فهي المشكلة ان احنا محتاجين توعية ما قبل الاختيار، ان الزواج ده امر عظيم جدا محتاجين نفكر فيه بشكل صح، ونفهم كل واحده محتاجه تتجوز علشان هي محتاجه تتجوز، عشان هي محتاجه للطرف الاخر، علشان ده علامه من علامات ربنا سبحانه وتعالى في ايجاد الكون، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ربنا ما ذكرش اي نوع تاني للانسان، ما قالش عدل وإنصاف، ما قالش أي حاجة غير المودة والرحمة. المودة اللي هي جزء الحب الحركة قلتيه، والرحمة اللي هي التغافل عن التقصير اللي بيحصل بعد كده. فإحنا محتاجين نوعي من قبل ما نختار إحنا بنتجوز ليه. ممكن ضغط المجتمع على الإبنة أو الإبنة إن بلغ سن الزواج، إن الأقربون أولى فلازم بنت عمك تلحق تحجزها، إني أنا معايا فلوس فأنا أقدر أجوزك، لا أنا عايزة أخلص من مشاكلك ببنت تحصنك وتبعد عنا. فكل ده بيخلينا نروح لحاجة لحياة تانية من غير ما نكون فاهمين إحنا بنعمل إيه فيها. تمام. فدي أكبر مشكلة. لما بنيجي عند مرحلة الاختيار للأسف الشديد الأعراف المجتمعية خلت الاختيار ليه مقاييس تانية خالص غير اللي إحنا محتاجينها على أرض الواقع. يعني ده جميل يلا نتجوزه، ده معاه فلوس يلا نتجوزه. لكن أنا في النهاية بتعامل مع شخصية، مع شخصية، والشكل هقعد معاه هياخد عليه، الفلوس مش هتكون مقياس كبير. فأنا وأنا بدور لازم أشوف التكافؤ ما بيننا، هل التكافؤ ما بيننا منضبط، في انسجام فكري، توافق ما بيننا احنا الاثنين. لازم اكون بفهم البنت هي بتختار اصلا تتجوز ليه، علشان تهرب من الاهل تحقق ذاتها بس في الجواز، او هي فعلا محتاجه لطرف اخر يوفر ليها العفه، المشاعر، الاحساس، الاحتياجات. لان الاسره هي المكان الوحيد اللي بيشبع كل الرغبات. تمام. للابن، للزوج، للزوجة. طيب.